السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، درسنا اليوم نحو التناسبية، العلاقات العددية. Vers la proportionnalité, les relations numériques. إذن أعزائي، سنتعرف أولا على أهداف التعلم. أولا، أتعرف بكيفيات مختلفة العلاقات، يضيف، يضرب، يطرح. ثانيا، ملء جداول باستخدام هذه العلاقات. ثالثا، إيجاد العدد الناقص في متساويات. إذن أولا سنبدأ بوضعية الانطلاق. المطلوب منكم أن تلاحظوا أعداد الخانات التالية وتحديد العلاقات العددية بينها. إذن سنتعرف على العلاقة الأولى. إذن لديكم في البطاقة الأولى 2 وفي البطاقة الثانية 5. إذن هنا ما هي العلاقة العددية التي تحول العدد 2 إلى العدد 5؟ أو بصيغة أخرى، كيف سنحصل على العدد 5 انطلاقا من العدد 2؟ أحسنتم، سنضيف 3. إذن سنحصل على 5 انطلاقا من العدد 2 بإضافة العدد 3. إذن العلاقة الأولى تمثل أضيف 3. أحسنتم. إذن سننتقل إلى العلاقة 2. إذن لدينا في البطاقة الأولى العدد 4 وفي البطاقة 2 العدد 8. إذن ما هي العلاقة العددية التي تحول العدد 4 إلى العدد 8؟ أو بصيغة أخرى، ما هي العلاقة العددية التي تمكننا من الحصول على العدد 8 انطلاقا من العدد 4؟ أحسنتم، سنضرب في 2 لأن 4 في 2 تساوي 8. إذن العلاقة الثانية تمثل أضرب في 2. أحسنتم. إذن سننتقل للتعرف على العلاقة الثالثة. لدينا في البطاقة الأولى العدد 9 وفي البطاقة الثانية العدد 5. إذن ما هي العلاقة العددية التي تحول العدد 9 إلى العدد 5؟ أو ما هي العلاقة العددية التي سنحصل انطلاقا منها على العدد 5؟ أحسنتم، سنطرح 4 لأن 9 ناقص 4 تساوي 5. إذن العلاقة الثالثة هي أطرح 4. أحسنتم. إذن هنا سننتقل إلى النشاط الأول على الكتاب المدرسي، الصفحة 108. النشاط عبارة عن مسألة. في قاعة الدرس 25 كرسيا وفي المطعم 5 مرات أكثر. إذن أعزائي التلاميذ، هنا ستلاحظون أن عدد الكراسي في المطعم أكثر من عدد الكراسي في قاعة الدرس. إذن المطلوب منكم حساب عدد الكراسي في المطعم. كم هو عدد الكراسي في المطعم؟ إذن سنمثل المسألة على الشكل التالي. إذن هنا ستلاحظون أن عدد الكراسي في قاعة الدرس هو 25 كرسيا، بينما عدد الكراسي في المطعم أكثر من عدد الكراسي في قاعة الدرس بخمس مرات. إذن هنا سنمثل هذه المرات. إذن هنا ستلاحظون المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة، والمرة الخامسة. إذن هنا مثلنا 5 مرات لأن عدد الكراسي في المطعم أكثر بخمس مرات عن عدد الكراسي في قاعة الدرس. إذن هنا أعزائي التلاميذ، انطلاقا من التمثيل يمكننا أن نحدد ماذا؟ أن نحدد عدد الكراسي في المطعم. إذن هنا المرة الأولى 25 كرسيا، 25 كرسيا، 25 كرسيا، 25 كرسيا، 25 كرسيا. إذن هو ما هو عدد الكراسي في المطعم أعزائي التلاميذ؟ أحسنتم، عدد الكراسي في المطعم هو 125 كرسيا. لماذا؟ جيد، لأن 25 زائد 25 50 زائد 25
75 زائد 25 100 زائد 25 125. جيد، هنا إذا قمنا باستعمال عملية الجمع هناك طريقة أحسن، ما هي؟ أحسنتم، عملية الضرب 25 في 5 تساوي 125. إذن عدد الكراسي في المطعم هو 125 كرسيا. لماذا؟ لأن 25 في 5، 5 تمثل عدد المرات، تساوي 125 كرسيا. جيد، الآن سننتقل إلى النشاط الثاني على نفس الصفحة، أيضا عبارة عن مسألة. يتوفر إبراهيم على 40 كلا، بينما يتوفر أحمد على 120 كلا. المطلوب منكم أعزائي التلاميذ أن تحددوا كم من مرة يزيد عدد كلل أحمد عن كلل إبراهيم. إذن انطلاقا من هنا ستلاحظون أن عدد كلل أحمد أكبر من عدد كلل إبراهيم. إذن سنقوم بتمثيل المسألة على الشكل التالي. إذن بما أن إبراهيم يملك 40 كلة، وبينما أحمد يملك كم؟ جيد، يملك 120 كلة. إذن أحمد يملك 120 كلة. إذن هنا يجب ماذا؟ أن نحدد كم من مرة يزيد عدد كلل أحمد عن كلل إبراهيم. إذن انطلاقا من التمثيل يمكنكم أن تحددوا بكم يزيد عدد كلل أحمد عن كلل إبراهيم. إذن هنا ستلاحظون ماذا؟ بكم يزيد انطلاقا من التمثيل؟ جيد، يزيد بكم؟ 80 كلا. يعني ماذا؟ ماذا تمثل 80 بالنسبة لـ 40؟ انطلاقا من العملية ستلاحظون أن 80 تساوي 40 زائد 40. يعني ماذا؟ يعني أن 80 هي، أحسنتم، 80 هي ضعف العدد 40. إذن بكم من مرة؟ بكم من مرة يزيد عدد كلل أحمد عن كلل إبراهيم؟ جيد، مرتين. لماذا؟ لأن 40 في 2 تساوي كم؟ تساوي 80. جيد، أحسنتم، ستلاحظون انطلاقا منه يزيد بـ40 ثم بـ40. 40 زائد 40 تساوي 80 كلا، و80 ماذا تمثل بالنسبة لـ40؟ تمثل ضعف العدد 40، يعني يزيد بكم مرتين. أحسنتم، الآن سننتقل إلى النشاط الموالي. المطلوب منكم أعزائي التلاميذ هنا أن تضعوا علامة في الجواب الصحيح. السؤال هو: كيف يمكن الحصول على أعداد العمود ب انطلاقا من أعداد العمود أ؟ إذن هنا سنمثل أولا الجدول. لدينا هنا العمود أ، هنا العمود ب، هناك مجموعة من الاقتراحات التي هي: أضيف 8 لكل عدد في العمود أ. ثانيا، أطرح 8 من كل عدد في العمود أ. ثالثا، أضرب كل عدد من العمود أ في العدد 5. رابعا، أقسم كل عدد من العمود أ على العدد 5. إذن هنا المطلوب منكم أن تحددوا الإجابة الصحيحة بوضع علامة. قبل هذا ستلاحظون ما هي الجدول التالي. إذن هنا سأمثل العدد الذي يوجد في العمود أ ثم العمود ب. إذن أعزائي التلاميذ، كيف انتقلنا من العدد 10 إلى العدد 2؟ يعني كيف انتقلنا من العدد الذي يوجد في العمود أ إلى العدد الذي يوجد في العمود ب؟ يعني كيف انتقلنا من العدد 10 إلى العدد 2؟ هل أضفنا للعدد 10 8 فحصلنا على 2؟ 10 زائد 8 تساوي 2؟ لا، خطأ. هل قمنا بطرح 8 من عدد 10؟ صحيح، 10 ناقص 8 تساوي 2. يمكن، هل ضربنا العدد 10 في 5 حتى حصلنا على 2؟ خطأ. هل قسمنا العدد 10 على العدد 5 للحصول على 2؟ جيد، 10 مقسوم على 5 تساوي 2، صحيح.
هنا سنتأكد أي من الاقتراحات التالية هو الصحيح، لأننا يجب أن نحدد العلاقة العددية التي مكننا من الانتقال من الأعداد العمود A إلى أعداد العمود B، كل الأعداد، فهمنا؟ ليس فقط أحد الأعداد التي توجد في الخانتين، يعني جميع أعداد العدد A كيف انتقلنا منها إلى أعداد العدد أعداد العمود B، فهمنا؟ سننتقل إلى الاقتراح الثاني، لدينا العدد 15 وفي العمود B لدينا 3، كيف انتقلنا من العدد 15 إلى العدد 3؟ هل 15 زائد 8 تساوي 3؟ لا. هل 15 ناقص 8 تساوي 3؟ خطأ. إذن هنا اكتشفنا أن إضافة طرح العدد 8 ليس هو الاقتراح الصحيح، أو ليس هي العملية أو العلاقة العددية الصحيحة. إذن هل ضربنا العدد 15 في 5 حتى حصلنا على 3؟ خطأ. هل قسمنا العدد 15 على 5 حتى حصلنا على العدد 3؟ نعم، جيد. إذن قسمنا العدد 15 على 5 وتمكننا من الحصول على 3، جيد. الآن سننتقل إلى المثال الثالث، لدينا 25 في العمود A ولدينا 5 في العمود B، كيف انتقلنا من العدد 25 إلى العدد 5؟ ما هي العلاقة العددية؟ إذن لم نضيف 8 ولم نطرح 8 من العدد 25 لكي نحصل على 5، ولم نضرب 25 في 5 لكي نحصل على 5، لأن 25 في 5 تساوي 125. إذن هنا هل قسمنا العدد 25 على 5؟ جيد، نعم، 25 مقسوم على 5 تساوي 5. الآن سننتقل إلى المثال الرابع، لدينا العدد 50 في العمود A والعدد 10 في العمود B، إذن كيف انتقلنا من العدد 50 إلى العدد 10 أعزائي؟ أحسنتم، قسمنا العدد 50 على 5 وتمكننا من الحصول على العدد 10. إذن ما هي العلاقة العددية الصحيحة أعزائي؟ جيد، قسمنا أعداد العمود A على 5 وتمكننا من الحصول على أعداد العمود B، جيد. إذن هنا ضعوا العلامة في المكان المناسب، جيد. إذن للحصول على أعداد العمود B انطلاقا من أعداد العمود A، قسمنا مدى أعداد العمود A على 5 وتمكننا من الحصول على أعداد العمود B، فهمنا؟ جيد. إذن لكي ننتقل من أعداد العمود A إلى أعداد العمود B نقوم بعملية القسمة، نقسم على 5، جيد. الآن سننتقل إلى التمرين الرابع، المطلوب منكم أن تكملوا ملأ كل جدول. سنبدأ بالجدول الأول، لدينا هنا أعداد في العمود الأول، لدينا عدد واحد في العمود الثاني. إذن هنا العلاقة العددية هي أضيف 10 إلى أعداد العمود الأول لكي ننتقل إلى أعداد العمود الثاني. 5 زائد 10 تساوي 15، جيد. إذن 2 زائد 10 تساوي كم؟ أحسنتم، 12. 7 زائد 10 تساوي كم؟ جيد، 17. 10 زائد 10 20، جيد. إذن تلاحظون أعزائي التلاميذ أننا لكي ننتقل من أعداد العمود 1 إلى أعداد العمود 2 نضيف 10، فهمنا؟ سننتقل إلى ملء الجدول الثاني، إذن العلاقة العددية هي أطرح 5 من أعداد العمود 1، فهمنا؟ إذن هنا ماذا فعلنا؟ قمنا بطرح العدد 5 من العدد 8، 8 ناقص 5 3، جيد. 10 ناقص 5 تساوي كم؟ 5. 23 ناقص 5 18. 31 ناقص 5 26. أحسنتم، إذن لكي ننتقل من أعداد العمود
الأول إلى إعداد العمود الثاني نقوم بعملية الطرح، نطرح العدد 5. فهمنا؟ الآن سننتقل إلى الجدول الثالث. العلاقة العددية هي أضرب أعداد العمود الأول في 3 لكي أحصل على أعداد العمود الثاني. إذن 7 في 3 تساوي كم؟ 21. جيد. إذن 4 في 3 كم؟ أحسنتم، 12. 10 في 3؟ 30. 12 في 3؟ 36. أحسنتم. إذن لكي ننتقل من أعداد العمود الأول إلى أعداد العمود الثاني نضرب في 3. جيد. الآن سننتقل إلى الجدول الرابع. العلاقة العددية هي أقسم على 2. إذن لكي أنتقل إلى أعداد العمود الأول إلى أعداد العمود الثاني نقسم على 2. جيد. 6 مقسوم على 2 3. 10 مقسوم على 2 5. 42 مقسوم على 2 21. 100 مقسوم على 2 50. أحسنتم. إذن لكي ننتقل من أعداد العمود الأول إلى أعداد العمود الثاني نقسم على 2. أحسنتم أعزائي. الآن سننتقل إلى التمرين الخامس. المطلوب منكم أعزائي أن تكتبوا قاعدة الحصول على أعداد العمود الثاني انطلاقا من أعداد العمود الأول بالنسبة لكل جدول. إذن هنا ستحددون العلاقة التي تمكنتم من الانتقال التي مكنتكم من انتقال من أعداد العمود الأول إلى أعداد العمود الثاني. فهمنا؟ يعني كيف حصلنا على أعداد العمود الثاني انطلاقا من أعداد العمود الأول؟ إذا سنبدأ بالجدول الأول. إذا هنا أعزائي لديكم مجموعة من الأعداد. إذا هنا يجب أن نحدد العلاقة العددية التي تحول العدد 2 إلى العدد 7. إذا كيف انتقلنا من 2 إلى 7 أعزائي؟ هناك 3-4 عمليات عددية تعرفنا عليها: نضيف، نطرح، نضرب، نقسم. إذا كيف انتقلنا من العدد 2 إلى العدد 7؟ فكروا جيدا. كم؟ جيد، أضفنا كم؟ أضفنا 5. جيد، لأن 2 زائد 5 تساوي 7. الآن سننتقل إلى العدد 4. كيف انتقلنا من العدد 4 إلى العدد 9؟ أحسنتم، 4 زائد 5 تساوي 9. كيف انتقلنا من العدد 6 إلى العدد 11؟ جيد، 6 زائد 5 تساوي 11، أضفنا العدد 5. كيف انتقلنا من العدد 8 إلى العدد 13؟ أحسنتم، قمتم بإضافة العدد 5. 8 زائد 5 تساوي 13. إذن العلاقة العددية هي أضيف 5 إلى أعداد السطر أعداد العمود الأول إلى لكي نحصل على أعداد العمود الثاني. جيد. الآن سننتقل إلى الجدول الثاني. لدينا أيضا مجموعة من الأعداد. إذن أعزائي كيف انتقلنا من العدد 44 إلى العدد 34؟ تلاحظون ماذا؟ جيد، تلاحظون أن العدد أصبح صغيرا. إذن هنا ما هي العملية التي قمنا بها؟ أحسنتم، قمنا بطرح 10 لأن 44 ناقص 10 تساوي 34. كيف انتقلنا من 33 إلى 23؟ نعم، 33 ناقص 10 تساوي 23. كيف انتقلنا من العدد 22 إلى العدد 12؟ جيد، 22 ناقص 10 تساوي 12. كيف انتقلنا من العدد 10 إلى العدد 0؟ أحسنتم، 10 ناقص 10 تساوي 0. إذن العلاقة العددية تمثل أطرح 10 من أعداد العمود الأول كي أحصل على أعداد العمود الثاني. أحسنتم، سننتقل إلى التعرف على العلاقة العددية الموالية. نفس الشيء، لدينا جدول به مجموعة من الأعداد.
إذن هنا أعزائي التلاميذ، كيف انتقلنا من العدد 4 إلى العدد 40؟ إذن ما هي العلاقة العددية التي مكنتنا من الانتقال من العدد 4 إلى العدد 40؟ لاحظوا جيدا، العدد تضاعف، يعني قمنا بعملية الضرب. إذن ضربنا في كم؟ أحسنتم، 4 في 10 تساوي 40. جيد. وكيف انتقلنا من العدد 5 إلى 50؟ أحسنتم، 5 في 10 50. كيف انتقلنا من 10 إلى 100؟ نعم، 10 في 10 تساوي 100. كيف انتقلنا من 1 إلى 10؟ نعم، 1 في 10 10. إذن العلاقة العددية تمثل أضرب في 10. إذن أضرب أعداد العمود الأول في 10 للحصول على أعداد العمود الثاني. جيد. وأخيرا سننتقل إلى الجدول الرابع. نفس الشيء، لدينا مجموعة من الأعداد في العمود الأول والعمود الثاني. إذن كيف انتقلنا من العدد 27 إلى العدد 9؟ إذن هنا أعزائي التلاميذ ستلاحظون أن العدد أصبح صغيرا، يعني أصبح مختزلا. إذن كيف انتقلنا من 27 إلى 9؟ جيد، قسمنا على 3. 27 مقسوم على 3 تساوي 9، لأن 9 في 3 تساوي 27. كيف انتقلنا من العدد 21 إلى العدد 7؟ أحسنتم، قسمنا 21 على 3 فحصلنا على 7، لأن 7 في 3 تساوي 21. كيف انتقلنا من العدد 15 إلى العدد 5؟ جيد، قسمنا على 3، لأن 15 مقسوم على 3 تساوي 5. 5 في 3 يساوي 15. وكيف انتقلنا من العدد 9 إلى العدد 3؟ جيد، قسمنا على 3، لأن 3 في 3 تساوي 9. أحسنتم أعزائي. إذن هنا العلاقة العددية تمثل أقسم على 3. إذن أقسم أعداد العمود الأول على 3 للحصول على أعداد العمود الثاني. إذن أعزائي التلاميذ، في هذه الحصة تعرفنا على أن الانتقال من العمود الأول إلى العمود الثاني، يعني الانتقال من أعداد العمود الأول إلى أعداد العمود الثاني، إما نقوم بأضيف أو أطرح أو أضرب أو أقسم. إذن هذه هي العلاقات العددية التي تمكننا من التعرف عليها في هذا الدرس الذي يخص التناسبية. إذن أتمنى أن يكون الدرس مفهوم بشكل جيد. إذن أعزائي التلاميذ، إلى اللقاء، إلى الحصة المقبلة.